تحية لكل الأحباب في كل مكان، مستمرين عبر صباح الشروق. الآن وصلنا مباشرة لموقع الشروق نت وتحليل الأخبار من خلال الزميل والصحفي بليغ حسب الرسول. سعيدين بك وصباح الخير. صباح النور، بارك الله فيك. تحية لك. وحنبدأ مشاهدينا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بقضايا العمل. أكدت وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان الدين محمد يوم الجمعة التزام السودان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا العمل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بجانب العمل على تقوية مؤسسات العمل بالبلاد. وشددت الوكيلة خلال كلمة السودان في الاجتماع الإقليمي الإفريقي 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد بعاصمة الساحل العاج أبيديان في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، على اهتمام الحكومة المتزايد بالحوار الاجتماعي، وكان ذلك من أجل حفظ حقوق العمل وتحديد الأجور وكذلك تحسين صروف العمل. وفي ذات السياق شددت الوكيلة خلال كلمة السودان في الاجتماع على التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية التي تهتم بمجالات هجرة العمال خاصة، وأن السودان يعتبر مصدرا ومعبرا فضلا عن ومقصدا للعمالة المهاجرة. نتحدث عن هذا الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لقضايا العمل. والله هذه أظنها رسالة موجهة للمنظمات، بالتحديد منظمات إقليمية أصدرت بيانات خلال الفترة الماضية أو خلال الأسبوعين الماضيين. البيانات حذرت من حل موضوع حل النقابات وحل الأجسام المطلبية الخاصة بالعمال. صدرت تحذيرات من منظمات إقليمية ودولية للحكومة من عدم المساس بهذه المنظمات. إذن أظن كلام الوكيلة رسالة تطمينية أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بحقوق العمال وملتزمة بقضايا العمال وملتزمة مطالب وكيانات وأجسام الخاصة بالعمال وحقوق العمال وكل ما يخص بالعمال. نعم.